برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، افتتح اليوم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية النسخة السادسة من معرض يومكس وسيمتكس. هذا المعرض يقام في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير، وبتنظيم من مجموعة أدنك بالتعاون مع وزارة الدفاع وشركة إج الإماراتية. هذا المعرض يعد الأكبر والأضخم في المنطقة، الذي يعنى ويختص بالأنظمة غير المأهولة وأنظمة التدريب وأنظمة المحاكاة. خلال هذا المعرض سيتم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة والفعاليات الجديدة، منها العروض الحية البرية والعروض الحية البحرية، وكذلك العروض الحية الجوية والتي تقام في منطقة تلال سويحان. كذلك هناك منصة مختصة في تحدي البرمجة تعنى بالكفاءات الوطنية المختصة في البرمجيات والخوارزميات.